ضيفنا اليوم هو كوميدي مغربي كبير تعرف عدة أفلام ومسلسلات مغربية من بينها بوشنا بوكطيا عام 2001. ما كانت تكلموش على محمد خياري ولا فهيد ولا مصطفى الدسوكين، كانت تكلموا اليوم على الكوميدي المحبوب المغربي نور الدين بكر. نور الدين بكر تزاد 3 سنين من بعد ما شد المغرب الاستقلال. هذاك الشيء علاش سي نور الدين قديم في الحرفه، وبدا المشوار ديالو هو عمره 14 سنه مع الطيب صديقي، وكان عزيز عليه ملي كان صغير يتسرى في حلاقي. من بعد قرار المسرح وقدر انه يلعب مئات ديال الادوار في مسرح السينما والتلفازه، ودار عده اعمال جد ناجحه اللي كل مغاربه تيعرفوا بها، بحال سلسله بوشتا بوكطيا، مسلسل سرب الحمام، مسلسل سراب، وما نساوش المسرحيه اللي كتقتل الضحك شرح ملاح، وكذلك السيمسي الى اخره. نور الدين بكر معروف عليه البساطه والتواضع، واكثر من هذا الشيء عز عليه عاون الناس، وكيقول انه ديما كيرفض الادوار اللي كتعطى هكاك. كاين هذا الشيء يا سي نور الدين ولا لا؟ دوي جاوب يلا دوي دوي